العصر الأول للبشر. ألواح جلجامش تكشف سر سفينة نوح والطوفان العظيم. شخصية جلجامش ليست شخصية أسطورية كما يعتقد البعض، بل هو شخصية تاريخية حقيقية 100%. ملك امتلك كل العلوم والمعرفة ما لم يمتلكه أحد من قبله سوى نبي الله إدريس عليه السلام. ألواح جلجامش ليست أسطورة شعبية، لكنها أسطورة أدبية. ألواح جلجامش وأسطورة الأنانونكي وأسطورة المهابهارتا الهندية وغيرهم كتير وكتير ليست أساطير خيالية كما يعتقد البعض، ولكنها أساطير تحكي تاريخ مع عصر ما قبل الطوفان، ولكن بأسلوب معين. تم صياغة هذه القصص أو هذا التاريخ بأسلوب أدبي خيالي أحيانا، مبالغ فيه أحيانا أخرى، محرف بشكل ما في بعض القصص، لكنها في النهاية القصص الوحيدة اللي بتحكي تاريخ ما قبل الطوفان أو الأحداث اللي حصلت ما قبل الطوفان. وعلشان أديلكم مثال، في قصة حصلت في مصر في أوائل القرن العشرين عن سيدتين قاموا بقتل أكتر من 17 امرأة. طبعا كلنا عارفين القصة دي باسم ريا وسكينة. القصة دي المؤلفين والمبدعين رغم انها قصة حقيقية الا ان تم صياغتها بشكل تراجيدي مرة، كوميدي عدة مرات، دراماتيكي، خيالي احيانا. هنتخيل ان احنا هنقفز بالزمن لألف سنة قدام، والحضارة اللي احنا موجودين فيها دي دلوقتي اندثرت، اتدمرت، انتهت. واستطاع احد الباحثين بعد 1000 عام ان هو يجيب او يعصر على قصة ريا وسكينة. يا ترى القصة اللي هتقع في ايده هتكون ايه؟ الخيالية ولا القصة التراجيدية ولا القصة الكوميدية ولا هيكون شكلها ايه بالظبط؟ هنا اصحاب العقول النيرة هم اللي هيقدروا يفصلوا الحقيقة من الخيال، وهيقدروا يعرفوا القصة الحقيقية لريا وسكينة او القصة الحقيقية للاحداث اللي حصلت في الاسكندرية، ويقدروا يفصلوها عن اي صيغة ادبية تانية اتذكرت بيها. ده بالظبط اللي حصل مع الواح جلجامش. الواح جلجامش وغيرها من الاساطير اللي تم كتابتها في العصور الاولى من الفترة الزمنية الرابعة تم صياغتها باشكال متعددة. طبعا تغلب عليها الطابع الديني اللي كان موجود في زمانهم، طبعا بسبب عبادة الاصنام، عبادة النجوم، عبادة البشر، عبادة الملوك، ضغط على الفكر الادبي اللي كان موجود في زمانها فصيغت القصة الحقيقية بشكل مبالغ فيه احيانا. علشان كده احنا هنجيب لكم الواح جلجامش وهنفصل الحقيقة من الخيال باسلوب علمي. هل في اسلوب علمي نقدر نتبعه علشان نفصل الحقيقة من الخيال ونعرف التاريخ الحقيقي اللي حصل قبل وبعد الطوفان مباشرة من خلال القصص الخيالية او القصص الاسطورية اللي تركتها لنا الحضارات القديمة؟ نقدر. اول هذه الاساليب هو اسلوب المقارنات. ازاي؟ يعني مثلا الواح جلجامش نقدر نجيبها ونقارنها بعلوم مثبتة او علوم يقينية في زماننا الحالي، ونقدر نستخرج منها ونشوف ايه اللي بيطابق، ايه اللي بيتشابه، ايه اللي تمت المبالغة فيه، ايه اللي تم التقصير فيه، وهنا هنقدر نعرف القصة الحقيقية بالظبط بدون المبالغة او بدون التحريف اللي حصل في القصص القديمة. وده اللي هنعمله في حلقة النهاردة ان شاء الله. هنجيب اللوح ال11 من الواح جلجامش واللي بيتكلم عن الطوفان وسفينة سيدنا نوح والاحداث اللي حصلت قبلها والاحداث اللي حصلت بعدها. زي ما قلنا ان الواح جلجامش ذكرت الاحداث بشكل حقيقي لكن بصيغة ادبية، واحيانا طغى عليها بعض التحريف بما يخص الأديان وهكذا، واحنا هنقدر نعرف الحقيقة من الباطل إن شاء الله في هذه الحلقة. هنعمل مقارنة سريعة في الحلقة النهاردة بين اللوح ال11 زي ما قلنا اللي ذكر الطوفان والسفينة والأحداث اللي قبلها وبعدها، بما ذكرته التوراة ثم القرآن الكريم. وطبعا أنا بذكر هنا على حسب التسلسل الزمني، إن الواح جلجامش هي الأقدم ثم التوراة ثم القرآن الكريم. هنعمل مقارنة ما بينهم وهنقدر نعرف في الحلقة دي فين الحياة بالظبط، وازاي الواح جلجامش قادتنا لمعرفة التاريخ القديم. هنكشف لكم النهاردة عن أسرار بتسمعوا عنها لأول مرة في حضارات ما قبل الطوفان أو الحضارة الأولى للبشر أو العصر الأول للبشر. لكن الأول دعونا نتحدث أولا عن الواح جلجامش. إيه هي الواح جلجامش للي ما يعرفهاش؟ هم عبارة عن 12 لوح طيني تم كتابتهم في الحضارة السومرية. وزي ما اتفقنا الحضارة السومرية هي الحضارة الأولى التي استيقظت من الكوارث العالمية الثلاثة اللي حصل في الفترات الزمنية الأولى والتانية والتالتة. كانت الحضارة السومرية هي أول حضارة أفاقت من هذه الصدمات على الأرض، تليها طبعا الحضارة الفرعونية أو ما يسمى بالحضارة أو ملوك الفراعنة في مصر. فالحضارة السومرية بصفتها الأقرب تاريخيا لحضارات القديمة، وهي اللي قدرت او تقريبا الحضارة السومرية نشأت في المكان اللي حصلت فيه الاحداث العظمى، وخصوصا حادثة الطوفان اللي حصلت في العصر الاول للبشر او الكارثة العالمية الاولى اللي حصلت في
في التاريخ البشري. لذلك حضارة سومرية قدرت ان هي تكتب لنا بشكل صيغ أدبية ايه اللي حصل في التاريخ القديم اللي سبقها. الوهج الجامش هي اقدم نوع من ادب الملاحم البطولية في جميع الحضارات، تسبق طبعا الإلياذة والأوديسة ب13 قرن او يزيد، وهي اطول واكمل ملحمة عرفتها حضارات العالم القديم. الوهج الجامش هم 12 لوح عبارة عن روايتين رئيسيتين، الاولى رواية العصر البابلي القديم وكاتبوها سموها بالمتفوق على الملوك، والرواية الثانية بتعود للعصر البابلي الوسيط وعنوانها بشنجب إيمر، وده معناه هو الذي رأى المنبع. نبدأ الأول ببطل ملحمة جلجامش. اسمه ورد في إثبات الملوك السومريين من سلالة الورقاء الأولى، وهي السلالة الثانية التي حكمت بعد الطوفان، ويأتي ترتيب حكمه في سلالة الورقاء الأولى خامس الملوك، حكم 126 سنة حسب ما دون في إثبات الملوك. عاش في جنوب بلاد الرافدين، كان ملكا على مدينة أورك أو الورقاء في حدود عام 2600 قبل الميلاد. ذكرنا في الفيديو السابق نبذة مختصرة عن محتواته الألواح الاثنى عشر من ألواح جلجامش، لكننا النهاردة هنتكلم عن اللوح الحادي عشر وملخص مذكر اللوح الحادي عشر عن الطوفان، وده عندما قابل جلجامش أوتو نيبشتيم وحدث بينهم حديث فلسفي حول الحياة والموت، وهنا راح جلجامش يستعطفه كي يساعده في الحصول على الخلود، فأطلع أوتو نيبشتيم جلجامش على سر الطوفان في مدينة شروباق اجتمع الآلهة الكبار. حكاله وقال له إن في مدينة شروباق اجتمع الآلهة الكبار وقرروا إغلاق أهل الأرض بطوفان هائل لا يبقي أي أحد منهم على قيد الحياة، لكن أحد الآلهة الطيبين ويسمى آية جاء إلى كوخ القصب حيث يقيم أوتو نيبشتيم، وأوصى بعمل سفينة كبيرة يجمع فيها العديد من الأشخاص والحيوانات لكي ينجو بهم من الطوفان، وبالفعل قام بهذا العمل الكبير بمساعدة أهل المدينة، وحين بدأ الطوفان طفت السفينة على السطح وظلت هكذا لسبعة أيام حتى هبط الماء، نجا كل من كان عليه. بعد أن صعد الآلهة إلى السماء هلعا من الطوفان الذي عم الأرض كلها، وأعلنوا غضبهم من نجاة أحد البشر، لكنهم عادوا وتناقشوا حول قسوة هذا العقاب الذي أنزلوه بأهل الأرض. وعندما هدأ الإله إنليل صعد إلى السفينة وبارك أوتو نيبشتيم وزوجته، وقرر أنه يحولهم إلى آلهة لا يموتون بشرط أن يعيشوا بعيدا عن فم الأنهار، وقال له هذا ما حدث معي، أما أنت فمن سيجمع لك الآلهة يا جلجامش ليبحثوا مطلبك في الخلود. ومع إصرار جلجامش وتوسلاته أوصت زوجة أوتو نيبشتيم زوجها بأن يساعده، وبالفعل استجاب لها ودله على طريق العودة محملا إياه ببعض الزاد كما تفضل، وزوده بسر الخلود على نبتة الخلود التي تنبت في المياه وتجرح البشر مثل الشوك، وبالفعل حصل عليها جلجامش، إلا أنه في طريق العودة نزل إلى جدول ماء ليغتسل من غبار الرحلة، فإذا بحية تسرع فتسرق النبتة منه، وهنا أدرك جلجامش أنه لا نصيب له في الخلود لأنه بشر فقد كتبت عليه دورة الحياة والموت. طبعا إنليل المذكور في اللوح الحادي عشر من ألواح جلجامش ذكر في جميع القصص والأساطير التي تحدثت عن فترة ما قبل الطوفان، يلقب في النصوص المسمارية بسيد جميع البلدان أو بباب جميع الآلهة أو بالجبل الكبير أو بالإله الذي يقرر المصائر أو الإله الذي لا رجع لقراراته وبالإله الذي قام بفصل السماء عن الأرض، وهو ابن كبير الآلهة آنو. أنا عاوزكم تحفظوا الأسماء دي كويس لأن كل الأحداث اللي حصلت على الأرض في الأزمنة القديمة والزمن الحاضر والمستقبل مرتبط ارتباط وثيق بهذه الأسماء. بعد ما عرفنا بشكل سريع كده مضمون اللوح الحادي عشر واللي حكاه عن الطوفان والسفينة والخلود، هنعمل دلوقتي مقارنة بين اللي حصل الأحداث اللي حصلت في ألواح جلجامش والتوراة والقرآن الكريم علشان نعرف منها الحقيقة بالضبط اللي حصلت في التاريخ الأول أو العصر الأول للبشر. هنبدأ المقارنة الأولى بين الألواح جلجامش والتوراة والقرآن الكريم من حيث بطل القصة. هنبدأ الأول بألواح جلجامش لأن تاريخيا ألواح جلجامش هي الأسبق ثم التوراة ثم القرآن الكريم، فهنبدأ المقارنة بألواح جلجامش. هنبدأ الأول بذكر بطل القصة. بطل القصة تذكر ازاي في ألواح جلجامش؟ بطل الطوفان في ملحمة جلجامش اسمه أوتا نبشة، وهو الشخص اللي اختارته الآلهة لشدة ورعه ليكون المنقذ للجنس البشري من الدمار الذي سيلحق به. سمي أيضا باسم رجل شروباك من قبل الإله آية حسب كلام الملحمة، وشروباك هي مدينة أوتا نبشة وآخر مدينة من المدن الخمس التي قامت فيها سلالات حاكمة قبل حدوث الطوفان. هي الآن مدينة من مدن جنوب بلاد الرافدين أو العراق، يعرف موقعها اليوم باسم تال لاتفارة، تبعد حوالي 64 كيلومتر إلى الجنوب شرق مدينة الديوانية، حيث قال أيا لأوتا نبشتيم شروباك المدينة التي تعرفها أنت،
الواقعة على ضفاف نهر الفرات. هذه المدينة قديمة والآلهة كانوا بداخلها. الآلهة العظام رغبوا بإحداث الطوفان، وعندما رأى جلجامش أوتانا بتشيم قال له، يقول جلجامش له لأوتا نيبتشا القاسي، إني أنظر إليك يا أوتا نيبتشا، مقاساتك ليست مختلفة، أنت مثلي تماما، وأنت لست مختلفا، أنت مثلي تماما. من كل قلبي توجهت لخوض عراك معك، ولكن الآن بحضورك زراعية عاجزة تجاهك، هلا أخبرتني كيف وقفت في مجمع الآلهة ونلت الحياة الخالدة. أوتانا بشتيم. طبعا يا جماعة، بطل ملحمة جلجامش هو جلجامش، الملك جلجامش، ملك الورقاء زي ما قلنا في أول الحلقة، لكن احنا هنا هنتكلم عن اللوح الحادي عشر وعن لقاء جلجامش بأوتانا بشتيم. أوتانا بشتيم هو الرجل الطوفان أو الرجل اللي أنقذ البشرية في سفينة من الطوفان العظيم، طبعا كما ذكرت ألواح جلجامش. الألواح جلجامش بتحكي لنا إن اللقاء الأول اللي تم ما بين جلجامش وأوتانا بشتيم، جلجامش استغرب إن أوتانا بشتيم بشر زيه، لدرجة إن هو فكر يتعارك معاه علشان يثبت له إن هو بشر وإن هو نفتكره إله لأنه وصل لمرحلة الخلود. أوتانا بشتيم طبقا لألواح جلجامش الآلهة خلدته بسبب إن هو أنقذ البشرية من الطوفان بعد ما الآلهة رجعت في كلامها وندمت إن هي أغرقت البشرية. وركزوا في الكلام ده وحطوا تحته خطين، لأن اللي جاي هيترتب على الكلام اللي إحنا بنقوله ده. طبعا في ناس كتيرة تستغرب وتقول إيه الكلام ده وآلهة إيه لا 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 يا جماعة، ده الكلام ده ترتب عليه كوارث هتعرفوا بعضها في الحلقة دي، وهتعرفوا البعض الآخر في أثناء الحلقات القادمة بإذن الله. زي ما قلنا، استغرب جلجامش إن أوتانا بشتيم بشر زيه، لا يتصف بصفات الآلهة، لا يقوم بأفعال الآلهة، بشر زيه، لدرجة إن هو ظن إن هو قادر إن هو يتغلب عليه لو تصارع معاه بصفته البشرية، لكن قال له أنا مش هقدر أتصارع معاك، لكن قول لي إزاي قدرت تقنع الآلهة إن هم يدوك الخلود. يبقى نفهم من ألواح جلجامش إن أوتانا بشتيم بطل قصة الطوفان، إنسان عادي لكنه حصل على الخلود بعد ما الآلهة قررت إن هي تبيد البشرية بالطوفان، ورجعت في كلامها وندمت على اللي هي عملته، فقررت إنها تمنح أوتانا بشتيم الخلود لكن بصفات بشرية، وإن هو ما يكونش إله زيه. دي صفات أوتانا بشتيم في قصة ألواح جلجامش. نيجي لبطل قصة الطوفان في التوراة. بتظهر التوراة شخصيتين لسيدنا نوح، فتارة تصوره كرجل زاهد قريبا من الخالق الذي اختاره ليخلص البشرية من الدمار. فالتوراة بتقول، هذه مواليد نور، كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وصار نوح مع الله. كما يفهم هذا أيضا من قولها، وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. وتارة أخرى نرى التوراة تصف نوحا كأول فلاح في البشرية وأول صانع للنبيذ. التوراة بتقول، وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما، كرما اللي هو العنب اللي بتعمل منه الخمر. ومن زاوية خاصة صنفته كشخصية تاريخية باعتباره الحفيد التاسع أو العاشر لآدم، والأب الثاني للبشرية بعد نجاته ومن معه في الطوفان الذي أباد البشرية جمعاء، باستثناء الذين نجوا لاستعمالهم سفينة عملاقة اشتهرت باسم سفينة نوح. ده شخصية سيدنا نوح في التوراة مبدئيا يعني. طب بالنسبة للقرآن الكريم، ذكر سيدنا نوح بطل قصة الطوفان إزاي؟ كان نبي الله نوح عليه السلام نبي الله ورسوله، وأول رسل الله إلى الأرض، وأطول الأنبياء عمرا وأكثرهم جهادا على حسب ذكره في القرآن الكريم، وأحد أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصا من بين سائر الأنبياء في آيتين من القرآن الكريم، وهما في قوله تعالى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هنا القرآن الكريم بيعترف بنبوة ورسالة سيدنا نوح. في الآية الثانية الله سبحانه وتعالى بيقول، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا نوح إلى قوم زي ما قلنا حضارة أطلانتس أو حضارة ما قبل الطوفان أو شعب قبيل زي ما عاوز تسميه، أرسل إليهم يدعوهم 950 سنة دعوة متواصلة. أنا بس عاوز نقطة صغيرة كده أشرحها لبعض الناس، إن في بعض المشايخ وبعض العلماء اللي بيقولوا كلام غريب جدا، بيقولوا إن في أجيال متعاقبة جت وسيدنا نوح مازال موجود، وكانوا بيوصوا بعض بالكفر وعدم اتباع سيدنا نوح. يا جماعة، سيدنا نوح عمره كان 1000 عام، والبشرية ساعتها كان أعمارهم بتتراوح من 1000 أو أكتر من 1000 أو أقل من 1000 حاجة بسيطة. فبالنسبة لسيدنا نوح، قوم سيدنا نوح هم واحد. صحيح كان في ناس بتموت وناس بتكمل زي طبيعة البشر، طبعا أعمارنا مش متساوية، لكن هم جيل واحد، بمعنى اللي قاعد يدعوهم سيدنا نوح كانوا جيل واحد، جيل واحد سيدنا نوح قاعد يدعيه من أوله لآخره، كانت أعمارهم طويلة. فسيدنا نوح عاش 950 سنة يدعوهم غير عمر سيدنا نوح نفسه
قبل الرسالة وبعد الطوفان. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. كده احنا عملنا مقارنة سريعة بين بطل قصة الطوفان في الوحج الجامش وفي التوراة وفي القرآن الكريم. المقارنة التانية هنذكر فيها ما ذكر في الألواح والتوراة والقرآن عن أسباب حدوث الطوفان. يا ترى القصة بتاعت أحداث أو أسباب حدوث الطوفان كانت إيه في الوحج الجامش والتوراة والقرآن الكريم؟ نبدأ الأول بالوحج الجامش. الوحج الجامش اكتفت بإشارة سريعة في نهاية الحادثة إلى أسباب الأخذ بعذاب الإغراق في كلام يدور بين آية وإنليل قائلا: آية ده أحد الآلهة في القصة أو الرواية، وإنليل ده كان ابن الإله الكبير اللي هو آنو على حسب المعتقدات اللي كانت متعارف عليها أيامهم. وقلنا يا جماعة إن الحلقة السابقة للي متابعناش إن الدين اللي اتكتب بيه أو القصة اللي اتكتبت بيه الألواح السومرية الوحج الجامش هو الدين اللي كان بيعبد ويؤمن بيه شعب أطلانتس أو شعب ما قبل الطوفان أو شعب قبيل ما قبل الطوفان. الشعب ده كان بيعبد الملائكة، لذلك كانوا بيعتبروا الإله فوق في السماء وكانوا بيسموه آنو، وكانوا بيعتبروا الملائكة آلهة برضو. الليل خلق البشر وأخوه إنكي، وطبعا من قصة الأنونونكي اللي حكيناها وهنحكيها بالتفاصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله. فآية وإنليل دول كان حوار بين اتنين آلهة ذكروا في الوحج الجامش، والحوار دار بينهم كالآتي عن سبب إغراق البشرية أو سبب حدوث الطوفان. إنليل قال: صاحب الخطيئة حمل خطيئته، وقال أيضا: حمل المذنب ذنبه والآثم اسمه، مبينة إن الناس ان انليل اهلكهم بسبب ارتكابهم للمعاصي والاثام، وان الالهه قرروا احداث الطوفان بمدينه شروباك القديمه حيث كانت مقرا للالهه في العصور السحيقه. وبدات حوادث قصه الطوفان حيث قرر الالهه الكبار احداث الطوفان وادوا قسما مشتركا فيما بينهم، وذلك انتقاما من الجنس البشري الذي عاش في الارض فسادا، حيث ذكرت الملحمه ما يلي. الملحمه بتقول ايه بقى بالظبط؟ الآلهة العظام رغبوا بإحداث الطوفان، أقسم يمينا أبوهم آنو مستشارهم البطل الإله إنليل حامل عرشهم الإله نونورتا مفتش قنواتهم الإله إينوجي والآلهة نين وإيجيكو وآية أقسموا معهم أيضا. لكن اللي حصل بعد اجتماع الآلهة دول إن هم قرروا يغرقوا البشرية بسبب إن البشر زادت أسامهم وزاد فسادهم في الأرض، بعد ما اخذوا القرار باغراق البشريه وتدمير البشر تماما وعدم ابقاء احد، في احد الالهه اللي كان موجود واللي اقسم معاهم على اهلاك البشريه كان اسمه ايه. الاله ده على حسب كلامهم قرر ان هو يخبر البشر ويخبر اوتانا بشتيم خصوصا بانه يصنع فلك يجمع فيه البشريه او يجمع فيه اللي يقدر يجمعه من بشر وحيوانات وكل حاجه تصلح للحياه في المره الثانيه علشان ينقذ الحياة على الأرض من هذا الهلاك العظيم. فآية ده علشان لا ينحس بقسمه أو علشان هو أقسم فما كانش ينفع أنه يقول، وجه كلامه للجدران، وجه كلامه للكوخ، موجهش كلامه الأوتانة بشتيم عشان محدش يقول له أنت بلغت البشر ليه، وجه كلامه للكوخ. وده اللي هنشوفه في الملحمة. الإله نين وإيجيكو وآية أقسموا معهم أيضا، لكنه أعاد كلمتهم إلى سور القصب قائلا: يا سور القصب، يا سور القصب، يا حائط، يا حائط، يا سور القصب اسمع، يا حائط افهم، يا رجل شروباك، يا ابن أوبارا توتو، اهدم البيت، ابن فلكن، انبذ الثروة، انشد الحياة. بعد كده أرشدوا الإله آية كيف يبني الفلك لتكون أبعادها متساوية، يعني طولها زي عرضها، ولها سقف يغطيها، كما أعلمها عن من سيركب معه في السفينة، وحدد له الوقت التي سيدخل فيه السفينة قائلا في الألواح: لتكن مقاساتها ممددة، ليكن عرضها وطولها متساويين، انبذ الثروة، انشد الحياة، زر الأملاك، واحفظ الحياة، احمل سرية الحياة كلها إلى قلب الفلك، الفلك التي تبنيها أنت. هنا بيرد عليه أوتانا بتشيم على الإله آية مبديا طاعته لتوجيهاته وإن هو فيهم كلامه، لأن طبعا زي ما قلنا الإله في نظرهم آية والعياذ بالله ما وجهش كلامه الأوتانا بشتيم مباشرة، قاعد يكلم الجدران بيقول يا القصب، يا جدران، يا حائط، علشان يسمعوا مين؟ يسمع الأوتانا بشتيم الكلام دوت علشان ما يكونش حنس بالقسم اللي أقسمه مع الآلهة على إغراق البشر. فطبعا هنا رد عليه
وتاني بشتيم وقال له خلاص انا فهمت وانا سمعت وهنفذ طلبك. وتاني بشتيم قال ايه بقى؟ علمت انا واخذت اقول للاله ايا سيدي، فهمت بالضبط يا سيدي ما قلت انت، ساهتم انا وانفذ ما هو مطلوب. انا خلاص فهمت وسمعت الكلام وهنفذ اللي انت طلبه، لكن عندي استفسار عايزك ترد لي عليه. يعود أوتانا بشتيم ويستفسر عن أهل المدينة، فبيقول لكن بماذا يتوجب أن أجيب المدينة العامة والشيوخ؟ أوتانا بشتيم لما الناس تشوفني بابني سفينة هقول لهم إيه؟ بابني سفينة ليه ورايح فين؟ طبعا هنا في اختلاف ما بين القصة اللي في جلجامش والاختلاف اللي هيحصل في قصة القرآن الكريم، والغريب إن في تشابه بين التوراة وألواح جلجامش رغم المبالغة والأشياء الغريبة. صحيح الواحد الجامش بتاع قصة حقيقية والتوراة برضو بتاع قصة حقيقية، لأن المبالغة اللي في الواحد الجامش نالها كثير جدا من المبالغة في التوراة للأسف، لكن القرآن الكريم طبعا نهى عن هذا الأمر ويتجنبه تماما، لأن القرآن الكريم لا يقول إلا الحق. طب بيقول إيه بقى؟ وتاني بشتيم لما قال له أنا هرد على أهل القرية وأهل المدينة وأقول لهم أنا ببني السفينة دي ليه؟ رد عليه الإله آية وقال له قل لهم إن أنت لا تستطيع العيش في مدينتهم، لانك عرفت ان الاله انليل بيكرهك وانك مش هتقدر بعد كده تعيش على ارض انليل بعد ما عرفت، علشان كده هتضطر ان انت تبحر بعيدا وتعيش مع الاله آية الذي سيرسل عليهم مطرا غزيرا ووفرا من الطير والاسماك ويغنيهم. الالواح قالت بالظبط. فتح الاله آية فاه ليتكلم يقول لعبده الذي هو انا بما ان الاله انليل يكرهني انا فلن اقيم في مدينتكم، سأنزل إلى أبسو لأكون مقيما مع الإله آية سيدي، أما أنتم فسيمطركم بالوفرة حق. اللي جه في القرآن الكريم، لأن هنا المفروض أن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أرسل التحذيرات مرارا وتكرارا لقوم سيدنا نوح أن هيجي لهم طوفان، يؤمنوا بالله علشان الطوفان ميغرقوش وجود البشرية، تحذير ورا تحذير ورا تحذير، لكن في الواح جلجامش الامر كان مغاير، ان الموضوع حصل فجأة، وان حتى أوتانا بشتيم اللي هو بيوافق سيدنا نوح في قصة الواح جلجامش لم يحذر قومه من الطوفان وقال لهم ان هو هيخرج من البلد لان الاله الليل بيكرهه فهيتركه وهيروح يعيش في بلاد الاله اي. اما بالنسبة للمطر اللي ينزل عليكم والماء اللي هيجي لكم ده فما تستغربوش وما يحصل لكوش زعر ولا فزع، لان المطر ده هيكون خير من الاله اي، طبعا عكس قصة القرآن الكريم تماما، وده نتج من التحريف اللي حصل في قصة ألواح جلجامش بسبب الظروف اللي اتكتبت فيها. احنا هنا عرفنا اسباب الطوفان في ألواح جلجامش، عايزين نعرف اسباب الطوفان في التوراة. التوراة بتقول عن سبب حدوث الطوفان، ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر في الارض وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع البهائم ودباباته وطيور السماء، لأني حزين أني عملته. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. وقال أيضا في التوراة وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. طبعا هنا التوراة بتقول ان الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله ندم ان هو خلق البشر. طبعا حاشا لله طبعا ان الله سبحانه وتعالى يعمل حاجة ويندم، ان الله سبحانه وتعالى علام الغيوب وعارف ايه الاحداث اللي هتحصل مسبقا قبل ما تحصل طبعا، لكن في التوراة طبعا التوراة بتصور ان الله سبحانه وتعالى ندم. نفس الكلام اللي اتقال في الواح جلجامش، الواح جلجامش بتقول ان الالهة خلقت البشر وندمت، كذلك في التوراة ان الله سبحانه وتعالى خلق البشر وبعد ما البشر افسده الله سبحانه وتعالى حزن ان هو صنع البشر او خلق البشر. نفس الكلام بالضبط بصيغة تانية، اللي اتذكر في الواح جلجامش هو اللي اتذكر في التوراة، على عكس تماما اللي القرآن هيذكره لنا بعد قليل. طيب التوراة قالت ايه تاني؟ وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات ان ابناء الله رأوا بنات الناس انهم حسنات، فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا، فقال الرب لا يدين روحي في الانسان الى الابد ليزيغانه، هو بشر وتكون ايامه 120 سنة، ان في الارض طغاة في تلك الايام. وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم اولادا هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الظهر ذو اسم. طبعا الجزء ده في التوراة بيحكي يعني افضل من الاجزاء السابقة،
عن أسباب الطوفان، يعني يمكن يكون واقعي إلى حد ما، لأن فعلا سيدنا آدم ومن بعده شيس عليهم السلام وبعدهم سيدنا إدريس عليه السلام ظلوا يحذروا الطائفة المؤمنة من إنهم يختلطوا بشعب قبيل، زي ما اتفقنا قلنا في الحلقات الأولى إن الشعوب أو الشعب أو البشر اللي كانوا موجودين على الأرض اتقسموا لشعبين، شعب بيسكن الأراضي العليا وشعب بيسكن في الأراضي السفلى، وهم شعب قابيل وفوق شعب سيدنا آدم. ظل التحذير من أبناء آدم زي ما ذكرنا في القصة الأولى والتانية والتالتة، أو الأجزاء الأولى والتانية والتالتة، ويا ريت اللي ما شافهمش يرجع يشوفهم تاني، إن كان التحذير المتتالي بإن ما يحصلش اختلاط أو تزاوج ما بين المؤمنين اللي في الأراضي العليا والعصاة اللي في الأراضي السفلى اللي هم شعب قابيل. لكن ده طبعا ما حصلش، واتفقنا إن بعد ما ميلائيل مات وبدأ حكم يرد حصل اختلاط ما بين السكان الأراضي العليا وسكان الأراضي السفلى، وقلنا حصل ازاي بالظبط والتفاصيل ممكن ترجعوا الفيديو وتشوفوه، وده اللي ذكرته هنا، لأن المؤمنين في التوراة بيتذكروا باسم أبناء الله والعصاة بيتذكروا باسم أبناء الناس أو بنات الناس. فحصل فعلا التزاوج ما بين المؤمنين اللي في الأراضي العليا والعصاة اللي في الأراضي السفلى، ونتج عنهم إن البشر كفر بعد ما كان في مؤمنين وعصاة، نتج عنه بشرية كفرت بالله والعياذ بالله، وهم قوم حضارة أطلانتس أو شعب قابيل أو حضارة ما قبل الطوفان، ودول اللي قام عليهم الطوفان. وطبعا ده يعتبر وصف أقرب للواقع عن طبعا الكلام اللي اتقال في الجزئين السابقين. واللي سماهم جبابرة دول الله سبحانه وتعالى لعنهم بنقص أعمارهم، لأن الأعمار كانت بتوصل لألف سنة، فالله سبحانه وتعالى قال لهم هتنزل ل 120. طبعا الجزء ده يعني غير حقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل أعمار البشر بعد الطوفان مش قبل الطوفان، وده هنثبته تاريخيا وعلميا وكل حاجة إن شاء الله في الفترة الزمنية التانية. لكن قبل الطوفان لغاية سيدنا نوح عليه السلام كانت الأعمار بتتخطى الألف سنة أو بتدور حول الألف عام كلهم أو أغلبهم. علشان كده التوراة سماتهم الجبابرة بمعنى الكفرة، أما بنات الناس أو أبناء الناس فدول العصاة، وأبناء الله اللي هم المؤمنين، وده حصل فعليا في أسباب حدوث الطوفان. نيجي بقى للقرآن الكريم والأسباب اللي ذكرها عن أسباب حدوث الطوفان على الأرض. هما كانوا سببين اللي ذكرهم القرآن الكريم عن أسباب الطوفان. أول سبب اللي هو شرك قوم نوح عليه السلام وكفرهم برسالته. يتمثل سبب الطوفان إن قوم نوح أشركوا بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في آيات القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى بيقول: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، الله سبحانه وتعالى هنا بيقول لهم ألا تعبدوا إلا الله، ده معناه إيه يا جماعة؟ نفهم إن قوم سيدنا نوح كانوا بيعبدوا الله لكن كانوا بيشركوا بيه آلهة تانية، ده اللي ذكرناه برضو في الحلقات السابقة، إن هم كفروا، فيهم اللي عبد الملائكة، فيهم اللي عبد الأصنام اللي هم يغوث وود وسواع والأصنام الثمانية اللي ذكرنا أسمائهم قبل كده، وفيهم اللي عبد النجوم، لكن كلهم كانوا بيعبدوا الله لكن بيشركوا في عبادته حد. اللي بيشرك مع الله عبادة الملائكة، اللي بيشرك مع الله عبادة البشر، اللي بيشرك مع الله عبادة الأصنام وهكذا، لكن الله سبحانه وتعالى طلب منهم ان هم لا يشركوا به. الله سبحانه وتعالى بيذكر ايضا في القرآن الكريم بيقول مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. دي طبعا برضو بتأكد ان الله سبحانه وتعالى بيقول لهم ان الناس اللي انتوا بتشركوا بيهم وبتقولوا ان هم آلهة معايا في السماء او آلهة بتحكم زي الملائكة او الاصنام او اللي انتوا بتشركوا بيهم في عبادتي، لما هتدخلوا جهنم مش هتلاقوهم ينجدوكم او مش هتلاقوا لهم وجود، لان انتوا بتعبدوا خيال من دون الله مش حقيقي، ما فيش اي حاجة من دول حقيقي، لا يوجد الا الاله الواحد الاحد. السبب الثاني لحدوث الطوفان برضو ذكروا القرآن الكريم ان قوم نوح كانوا قوم سوء بسبب ارتكابهم الخطايا. طبعا الخطيئة الاولى اللي تسببت في قتل قابيل لهابيل، اللي قابيل كان عاوز يتجوز اخته من نفس البطن، طبعا انتشر من بعدها الزواج العشوائي ان الاخ يتجوز من اخته اللي في نفس البطن، وتمردوا على شريعة الله، وتسبب بعد كده ان قوم سيدنا نوح حصل زنا، حصل زواج محارم، حصل حاجات من دي اخطاء كتير، فالله سبحانه وتعالى سماهم قوم سوء. الله سبحانه وتعالى بيقول ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين. اية قوم سوء دي يا جماعة ذكرت في القرآن الكريم مرتين، الاية اللي اتذكرت في قوم سيدنا نوح اللي قلناها من شوية، والاية التانية اللي ذكرت في قوم لوط.
الله سبحانه وتعالى بيقول على قوم لوط: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فكلمة قوم سوء بتتقال عن القوم اللي هم اشتدوا في المعاصي. يبقى هنا قوم نوح القرآن الكريم ذكرنا ليه أسباب حدوث الطوفان، إن هم أولا أشركوا بالله سبحانه وتعالى، والسبب الثاني إن هم كانوا قوم سوء بيأتوا مختلف أنواع المعاصي. كل المعاصي كانوا بيعملوها قوم نوح ومن بعدهم طبعا الأقوام اللي جت بعد الطوفان. عايزين دلوقتي نعمل مقارنة بين الوهج الجامش والتوراة والقرآن في بناء السفينة وتحملها، ورست فين والأحداث اللي حصلت بعد كده. نبدأ الأول بالوهج الجامش زي ما اتفقنا لأنها الأقدم تاريخيا. بتقول الشرح: عندما لحت أول خيوط الفجر بدأ أوتانا بشتيم العمل في بناء الفلك الذي أقام هيكله خلال 5 أيام. في اليوم الخامس تم بناء الهيكل وبدأ في عملية التحميل، ثم قام بإنزال الفلك إلى الماء حتى غطس ثلثه، ومن ثم إدخال الكائنات الحية وكذلك عائلته وأقربائه كما تبعه الصناع والحرفيون المهرة على اختلاف أعماله. بتقول إيه بقى الوهج الجامش؟ تحركوا ذهابا وإيابا صعودا ونزولا على المزلق حتى أصبح ثلث الفلك في الماء. حملتها بكل ما أملك، حملتها بكل ما أملك من بذور كل حياة. صعدت على متن الفلك كل عائلتي وأهلي، صعدت حيوانات الحق، كائنات البرية، أرباب الحرف كلهم. بعد كده بدأت الألواح تذكر الطوفان والأهوال اللي حصلت في الطوفان، وقالت إن الموعد اللي حدده الإله شماش، الإله شماش ده يا جماعة اللي هو إله الشمس للأسف الشديد، اللي هو هيعبد بعد عصور كتيرة من الطوفان، وهيتسمى الإله راع في الحضارة الفرعونية والحضارات اللي في الزمن الرابع، وهنأتي على ذكره في وقت إن شاء الله. الإله شماش بدأ الطوفان في المساء عندما استطلع أوتانا بشتيم الجو وجده مقفهرا، فدخل إلى الفلك وأغلق بابه وسلم قيادته إلى يوزر إنليل الملاح، الملاح اللي هو الرجل اللي بيسوق السفينة القبطانية. بتقول الألواح: حدد الإله شماش موعدا، ادخل إلى قلب الفلك وأغلق بابك لقد حان ذلك الموعد. إيه الأهوال بقى اللي حصلت في الطوفان؟ كان الرعب شديد حتى أنه أصاب الآلهة أنفسهم الذين صعدوا مبتعدين إلى سماء آنو، كما أخذت الإله الأم بالصراخ مثل امرأة في المخاض، وناحت بصوت رخيم تنعي البشر وتلوم نفسها على تسببها في حدوث الطوفان، وبكى الآلهة الأنانونكي جميعا معها حتى يبست شفاهها، واستمرت العاصفة والمطر الغزير لمدة 6 أيام و7 ليالي ليغطي بعدها الطوفان البلاد. بتقول إيه بقى الألواح؟ مثل حرب غمر الناس، لم يعد الأخ يرى ولم يعد الناس يميزون من السماء، حتى الآلهة خافوا الطوفان فانسحبوا وصعدوا إلى سماء الإله آنو، وتوقف الطوفان ورست السفينة. طبعا استمرت العاصفة والمطر الغزير لمدة 6 أيام و7 ليالي، وفي اليوم السابع هدأت العاصفة، توقف الطوفان، هدأ البحر، خرج أوتانا بشتيم ليستطلع المحيط، انعكست ظلال الكارثة على وجهه، رقع لذلك باكيا ليتطلع بعدها للآفاق وحافة البحر، أين شاهد مرتفع الرصى الفلك أخيرا عليه، شايف مكان عالي فرس عليه. حينها نزل لأول مرة من السفينة بعد 14 يوما من دخوله إليه، سكب الماء المقدس على قمة الجبل، نصب القدور ليعد الطعام قربانا للآلهة، وسرعان ما فحت رائحة الطعام الطيبة فشمها الآلهة فاجتمعوا حوله كالذباب. طبعا هتقولوا ايه الكلام التخريف ده اللي بيتقال في الوهج الجامش؟ طبخ ايه للآلهة وتجمع الآلهة حوله كالذباب والآلهة شمت ريحة الطعام؟ فعلى قد ما هو تخريف، اللي جاي بقى أغرب، انا عاوزكم تسمعوا اللي جاي، اللي جاي كارثه بكل المقاييس. الحمد لله على نعمه الاسلام. بتقول ايه الوهج الجامش؟ بحلول اليوم السابع خفت الزوبعه، توقف الطوفان، ثبت جبل نصير الفلك ولم يعطي مجالا للابحار، اخرجت القرابين وقربتها للرياح الاربع، وضعت بخورا على قمه الجبل، تجمع الالهه كالذباب على صاحب القرابين. انا عارف ان الكلام تقيل يا جماعه، انا عارف ان الكلام تقيل واحنا كمسلمين بنرفضه شكلا وموضوعا. طبعا تخريف، هي قصة حقيقية لكن صيغت بشكل تخريف، بشكل مبالغ فيه، بشكل خيالي. لكن هتعملوا ايه لو عرفتوا ان الشكل الخيالي ده اتقال بعد كده بشكل كارثي؟ وهنذكره لكم دلوقتي، لكن تعالوا نكمل الوهج الجامش ونشوف قالت ايه. طبعا طلب آية من انليل انه يقرر مصير أوتانا بشتيم. على اثر ذلك صعد انليل الى الفلك وامسك بيد أوتانا بشتيم، وجعل زوجته تصعد الى الفلك ايضا وترقع بجانب زوجها. لمسة إنليل جبهتيهما ووقف بينهما ليباركهما وقال: في الماضي كان أوتانا بشتيم بشرا، الآن أوتانا بشتيم وزوجته يكون مثلنا نحن الآلهة. بتقول الألواح: صعد الإله إنليل إلى قلب الفلك، أمسك يدي وأصعدني أنا، صعدت زوجتي جعلها ترقع بجانبي،
لمس جبهتينا وواقف بيننا يباركنا. في الماضي كان أوتانا بشتيم بشرا، والآن أوتانا بشتيم وزوجته قد صار مثلنا نحن الآلهة. هنا رجل الطوفان طبعا وزوجته ذهبوا يعيشوا عند فم الأنهار اللي هي في مدينة دلمون اللي هي البحرين حاليا. وطبعا دلمون دي لها قصة كبيرة نحكيها لكم بعدين في الألواح القادمة. طبعا ألواح جلجامش اتكلمت عن كلام صعب طبعا ان هو يتقال، لكن ان بعد ما السفينة رست أوتانا بشتيم بدأ ان هو يصنع الأكل، وأمر الرياح انها تشيل ريحة الأكل وتوديه في السماء في الجهات الأربعة. فالآلهة شمت الطعام وتجمعت حوله. طب تعالوا بقى نشوف التوراة بعد آلاف السنين من ألواح جلجامش قالت إيه بخصوص أسباب الطوفان وإيه أحداث الطوفان وتحميل السفينة ورسو السفينة. أمر الرب نوح بصنع فلكا يدخله هو وامرأته وبنيه ونساء بنيه، وقال له اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. ويقرر الرب أوامره لنوح فيأمره أن يدخل الفلك ومن معه. وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. ومن جميع البهائم الطاهرة يأخذ معه سبعة سبعة ذكرا أو أنثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا أو أنثى، ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعا ذكرا أو أنثى لاستبقاء نسلا على وجه كل الأرض. من جميع البهائم الطاهرة، ذلك لأن الرب قرر أن يغرق الأرض ومن عليها وما عليها بعد سبعة أيام عن طريق مطر يسقط 40 يوما أو 40 ليلة. ويطيع نوح أمر ربه فيأوى إلى السفينة ومعه أهله واثنين من البهائم الطاهرة وغير الطاهرة، فضلا عن الطيور وكل ما يدب على الأرض، لأن الذكر في التوراة واتقال لأني بعد سبعة أيام أيضا أمطر على الأرض 40 يوما وأربعين ليلة وأمحو عن وجه الأرض كل قائم من عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمره به الرب. أما بالنسبة لموعد حدوث الطوفان فالتوراة حددته حرفيا، حددته بالتوقيت باليوم بالتاريخ بكل حاجة. بتقول التوراة ولما كان نوح ابن 600 سنة صار طوفان الماء على الأرض، فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من جهة مياه الطوفان. طب بالنسبة بقى للأحداث، يا ترى التوراة وصفت لنا الأحداث بتاعت الطوفان إزاي؟ إيه اللي حصل؟ في الإصحاح السابع في سفر التكوين بيقول في سنة 600 من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم 17 من الشهر، في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات السماء وكان المطر على الأرض 40 يوما وأربعين ليلة. وبتقول برضو وكان الطوفان 40 يوما على الأرض وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض وتعاظمت المياه وتكاثرت جدا على الأرض فكان الفلك يسير على وجه المياه وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل سماء 15 ذراعا في الارتفاع تعظمت المياه فتغطت الجبال. ده بالنسبة لوصف الطوفان أو وصف حالة الماء على الأرض وكيف صارت المياه وكيف غطت الأرض كلها بالنسبة لوصف التوراة. هنمكن ما نختلفش على الكلام ده في شيء يعني. طب بالنسبة بقى لرسو السفينة فظهر في الإصحاح الثامن من سفر التكوين وأجار الله ريحا على الأرض فهدأت المياه وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء فامتنع المطر من السماء ورجعت المياه على الأرض رجوعا متواليا ليطلق نوح بعد الغراب الذي بقي يروح ويجيء ومن بعده الحمامة التي أرسلها لتعود بعد فترة ثم يعود نوح فيرسلها ثانية بعد سبعة أيام أخرى. وهذه المرة حملت لنوح دليلا أن المياه قلت عن الأرض عندما رجعت إليه وفي فمها غصن زيتون. فتقول التوراة وحدث من بعد 40 يوما أن نوح فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها وأرسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعه إليه إلى الفلك لأن مياهها كانت على وجه كل الأرض. فقد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك فلبس أيضا سبعة أيام أخر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك فأتت إليه الحمامة عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء في فمه. في الشهر الأول من السنة الواحدة بعد 600 من حياة نوح فإذا وجه الأرض قد جف، كشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذا وجه الأرض قد نشف. وفي الشهر الثاني في اليوم 27 من الشهر جفت الأرض. هنا بيأمر الرب نوح بأنه يخرج من السفينة كل الحيوانات والدواب والطيور. التوراة بتقول وكلم الله نوحا قائلا اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض أخرجها معك ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكسر على الأرض.
فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه وكل الحيوانات وكل الدبابات وكل الطيور وكل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت من الفلك. طبعا احنا مش هنختلف في الكلام ده لأن مقارب للواقع، هو بس الجزء بتاع الحمامة اتذكر في ألواح جلجامش زي ما هو بالظبط كده. ألواح جلجامش قالت إن في حمامة راحت بس هو اختلف بس إن في المرة الأخيرة أتانا بشتيم بعد غراب، لكن في قصة التوراة فضلت الحمامة اللي تتبعت كل مرة. يعني في ألواح جلجامش كان بيبعت حمامة ترجع من غير رجلها مبلولة، بيبعت حمامة رجلها مبلولة، في آخر مرة بعت غراب فرجع له بغصن زيتون فعرف إن الأرض جفت. أما في التوراة فقال نفس الكلام بالظبط، إن هو كان بيبعت حمامة ثم بعت حمامة، في المرة الثالثة برضه بعت حمامة، حمامة جابت له غصن زيتون فعرف إن الأرض جفت. تشابه كبير بين القصتين لكن مش هنختلف فيه، لأن الجزء ده مش مشكلة إن هو سواء كان حقيقي أو لا، بس هو ممكن يتقبله العقل. الجزء بقى اللي جاي هو اللي لا يتقبله العقل لا شكلا ولا موضوعا. بيقول: ويبني نوح مسبحا للرب ويصعد له محرقة ليتنسم رائحة الرضا، وأقر الرب في قلبه بأن لا يلعن الأرض مرة أخرى من أجل الإنسان، وأن لا يميت كل حي كما فعل. التوراة للأسف بتقول إن سيدنا نوح بعد ما خرج عمل مسبح وقدم قرابين لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما اشم رائحة الطعام ورائحة القرابين شعر بالرضا وقرر إن هو ما يعملش كده في الإنسان مرة تانية، وإن هو يعني بالاخر يعني والعياذ بالله بيصوروا الاله او الله سبحانه وتعالى كانه خد القرار في لحظه غضب. نفس الكلام بالظبط اللي اتقال في الواح جلجامش، الواح جلجامش الالهه اتجمعت وخدت القرار في لحظه غضب، وبعد ما عملته وشافت الاثار بتاعت الطوفان وصراخ الانسان والدمار اللي عملوه على الارض رجعوا ندموا، والدليل ان هم مجدوا وتانا بشتيموا وعطوه الخلود. ده في قصة ألواح جلجامش. التوراة بتكرر نفس الكلام بشكل آخر وبتقول إن سيدنا نوح بعد ما خرج من الطوفان عمل الذبائح وقدم القرابين والرياح حملت ريحة الطعام للإله فتنسمها فشعر بالرضا، فخلاص قرر خد قسم على نفسه إنه مش هيغضب الغضب ده تاني ومش هيلعن البشر لعنة أبدية ومش هيرزقهم بطوفان أو بهلاك أبدي زي ما حصل في الطوفان. التوراة بتقول: بنى نوح مسبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. طبعا تعالى الله عما يقوله. صوروا الله سبحانه وتعالى زي ما الواح جلجامش صورت الالهه بتندم وبتاخد القرار ومش عارفه النواتج بتاعته وبترجع تغير كلامها والكلام ده، برضو التوراة للاسف صورت نفس الصور وقالت ان الله سبحانه وتعالى ندم على انه اغرق البشريه وتنسب رائحه الطعام فشعر بالرضا. نفس الكلام، تطابق رهيب جدا بين قصه الواح جلجامش والقصه اللي ذكرت في التوراه، رغم ان برضه في اشياء صحيحه والتوراه مش هننكر. يعني زي ما اتفقنا يا جماعه احنا لما نعمل مقارنات هنقدر نخرج بالحقيقه، هنقدر نفصل الخيال عن الواقع وهنقدر نعرف الحياه كانت فين. بتقول بعد كده: ثم بارك الله نوحا وبنيه وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الارض ولا تكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الارض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر، قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دم لا تأكلوه، وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، ومن يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان، فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيه. والتوراة بتكمل إن الله سبحانه وتعالى علشان يبين لنا أو يبين للبشر إن ما عادش يحصل طوفان تاني، فالله سبحانه وتعالى عمل لنا ضرب بالقوس بتاعه والعياذ بالله، فاتعملت ألوان قوس قزح اللي إحنا بنشوفها بعد العواصف وبعد المطر وبعد الشتاء، إن دي دليل إن الله سبحانه وتعالى لن يغضب على البشر مرة أخرى بطوفان عظيم تاني، لغاية طبعا ما تحصل يوم القيامة. طبعا يا جماعة هو ممكن تكون يعني أحداث حقيقية لكن صيغت بشكل لا يتناسب مع الذات الإلهية أبدا، إن الله سبحانه وتعالى يندم أو يقول الكلام ده بالأسلوب ده، لا طبعا تعالى الله عما يصفون، مستحيل طبعا الله سبحانه وتعالى يتكلم بالشكل ده أو بالطريقة دي أو يصيغ بالشكل اللي بيتكلم كده كأنه ندمان أو رجع في كلامه أو حس إنه غلطان أو مش هياخد القرارات، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يفعل، كما علمنا الإسلام وعلمنا القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يجازي كل نفس بما كسبت،
وبما ان حضارة اطلانتس عصت وفجرت وكفرت، الله سبحانه وتعالى لما اخرق الاقوام اللي فجرت وعصت سواء بشكل عام زي ما حصل في الطوفان او بشكل خاص زي ما حصل مع الاقوام اللي بعد كده، قوم عاد وثمود وامثالهم ولوط وغيرهم الكثير والكثير، فده كان لنجاة البشرية، لان الاقوام دي لو كانت لم تهلك ما كانش فيه ولا نبي هيتصدق بعد كده. الاقوام دي كانت جبروت، جبروت رهيب، كانت هتطغى على الارض بشكل مهول، كان مش هيدوا فرصة للبشر بعد كده ان يظهر الايمان مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. حتى يومنا هذا ما كانش هيبقى فيه ايمان، مهما الانبياء كانوا هيتكلموا كانت الامم دي هتطغى بشكل مهول جدا، وما كانوش هيسمعوا حتى للحق ان هو يظهر ولو لحظة. فعقاب هذه الامم كان رحمة من الله سبحانه وتعالى بباقي البشر، مش شيء الله سبحانه وتعالى بيعمله وبيندم عليه. نيجي بقى للقرآن الكريم، ذكر الطوفان وسفينة نوح بشكل أدق. قال إيه؟ القرآن الكريم قال إن صنع سفينة نوح عليه السلام كان بأمر ووحي إلهي، حيث قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولم يكن نوح عليه السلام في قوم يعرفون الإبحار والبحار وبناء السفن، لذا كان بناء السفينة بناء على وحي من الله، ما جعل قومه يستهزئون به ويضحكون عليه. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال الله سبحانه وتعالى لنوح علامة تدل على قرب وقوع الطوفان، إذا رآه يقول عليه أن يتخذ الإجراءات التي علمه إياها، والعلامة دي هي فوران التنور. طبعا لفظ التنور جه في القرآن في موضوعين اتنين بس، في الآية 40 من سورة هود، والتانية في الآية 27 من سورة المؤمنين أو المؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفر التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ويقول جل شأنه: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بعيوننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفر التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أو مغرقون. أما عن ذكر القرآن لأهوال الطوفان ومسبباته، فطبعا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. هنا قوله تعالى وفتحنا أبواب السماء معناه إن الله سبحانه وتعالى أخرق الأرض من كل اتجاه. فتحنا أبواب السماء، طبعا السماء بتغطي الأرض بالكامل، ده معناه إن الله سبحانه وتعالى بالوصف الدقيق بيقول إن المياه خرجت من كل مكان، يعني ما كانش في نجاة من السماء، من الأرض، من الأرض اتشقت، السماء فتحت، كل المياه غرقت من كل ناحية، المياه كانت جامدة، يعني فكر يصعد لفوق غرق، اللي فكر يستخبى تحت غرق. طبعا وصف دقيق وبليغ جدا جدا جدا، ورغم ان هو آية واحدة بس اللي وصفت الحدث، لكنه وصفته بشكل إعجازي بصراحة. طب ازاي انتهت الطوفان ورست السفينة؟ قال الله سبحانه وتعالى برضو بأمر إلهي: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. طبعا القرآن الكريم بيبين لنا ان الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا يفعل، إله خالق السماوات والأرض الواحد الأحد. حتى بعد ما حصل إن الله سبحانه وتعالى انتهى أمر الطوفان، الله سبحانه وتعالى قال: وقيل بعدا للقوم الظالمين، مش ندم ورجع في كلامه وقال مش هعمل كده تاني وخلاص وحرمت الكلام اللي اتذكر في ألواح الجامش والتوراة. أنا مش بقلل من حد طبعا، لكن طبعا كلام بالعقل، يعني كلام بالعقل. شوفوا الفرق بين ألواح الجامش ذكرت الحقيقة بس بشكل يقل من الذات الإلهية، والعياذ بالله عندما ذكر ان هم عدة آلهة والكلام الفارغ اللي سمعناه. طبعا التوراة نفسها برضو قللت من الذات الإلهية او من قيمة الإله يعني والعياذ بالله، لكن القرآن الكريم انصف ووضع النقط على الحروف وقال النهاية. طب دي كانت مقارنة سريعة بين ملحمة جلجامش في التوراة والقرآن. العلماء الجيولوجيين اكتشفوا اثر لحفريات اقيمت في المقبرة الملكية لمدينة اور، ظهرت على عمق 3 أقدام من الحفر طبقة من الغرين النقي. الطبقة الغرينية دي كانت دليل على ان طوفان اكتسح مدينة اور في نهاية عصر العبيد في حدود عام 3500 قبل الميلاد، لان كثافتها وتوافقها الزمني الى حد كبير مع النصوص السومرية اللي اتكلمت عن الطوفان. الصورة اللي قدامكم في دي يا جماعة بتبين ان الطوفان في تاريخه في تحديده في كل حاجة، لكن هو بس في اختلاف في التاريخ بين علماء الجيولوجيا، لكن بتأكد ان الطوفان بدأ من المكان ده، ان الاحداث زي ما الوحج الجامش قالت حصلت في المكان ده وفعلا بدأت من المكان ده.
وعلشان بس تفهموا الصورة بشكل أوضح، الحياة على الأرض قبل الطوفان كانت عبارة عن زي ما اتفقنا مدينتين عظيمتين، مدينة بابل اللي كان فيها المؤمنين، وطبعا بعد المدينة السفلى اللي كانت مدينة أمسوس اللي كانت في مصر. مدينة بابل كانت في العراق، في جنوب العراق. مدينة أمسوس كانت في مصر. مدينة أمسوس كان فيها كل الحضارة، كل التقدم، كل التطور، لكن العقيدة والفكر الديني كان في مدينة بابل. بعد ما حصلت الأحداث الكتير اللي ذكرناها في الحلقات السابقة، وضغط المدينة السفلى على المدينة العليا وتحكمت فيها، كانت مدينة بابل ظلت المركز الديني حتى بعد المعصية والكفر والكلام ده. الله سبحانه وتعالى أرسل بعد سيدنا آدم 3 أنبياء، عشان تبقوا فاهمين الأحداث مشت ازاي. أول نبي كان سيدنا شيس، وده كان فيه أبناء آدم، وظل مع سيدنا آدم وبعده يدعو أبناء الأراضي العليا على التمسك بدينهم. ثم أرسل الله سبحانه وتعالى بعد ما بدأ يظهر الكفر والمعصية، أرسل سيدنا إدريس بعلوم كتير جدا للأراضي السفلى في أمسوس، واتبنت على أساس الحضارة دي حضارة أطلانتس، أعظم حضارة في التاريخ كانت في مصر، وطبعا سيطرت على أغلب الأرض، أو كل الأرض، مش أغلب الأرض، كانت قارة واحدة بس اسمها بنانينجا. فالله سبحانه وتعالى بعد ما خلاص مفيش حد آمن بسيدنا إدريس وانتهى الأمر، وسيدنا إدريس رفع إلى السماء وقبضة روحه في السماء الرابعة، الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا نوح لأراضي العليا تاني. سيدنا نوح أرسلت لمدينة الأراضي العليا اللي هي مدينة أوروك، أو مدينة، أو بيسموها الورقاء، أو البلاد هي مدينة بابل الأولى، يعني خلينا نقول مدينة بابل الأولى، لأنها كانت المفروض إن هي الأمل الأخير. خلاص مصر كانت، أو حضارة أطلانتس المصرية كانت خلاص انتهى على الكفر والفجر، خلاص كان أمرهم محسوم. أما كانت الأمل الأخير في إنقاذ البشرية أو رجوعهم لدينهم كانت في الأراضي العليا اللي هي مدينة بابل، أو اللي اتسمت بعد كده الورقاء، أو اللي اتسمت مدينة أوروك. كان فيها الأمل لأن كان لسه فيها، هي مركز الدين، المركز اللي اتحافظ فيه الدين في الأراضي العليا زي ما اتفقنا في الحلقات الأولى، للي ما تابعش يا ريت يتابعها. علشان كده لما فضلوا يرفضوا الدين بتاع سيدنا نوح، طبعا القرار كان متاخد على الأراضي السفلى من قبلها، خلاص الله سبحانه وتعالى لما أخذ القرار بالطوفان على الأراضي العليا أو مدينة الورقاء اللي هي في العراق، فأغرق كل الأرض، لأن خلاص كان كل الأرض ما عادش فيهم أمل، باستثناء سيدنا نوح طبعا وبعض المؤمنين اللي فضلوا معاه. طيب احنا دلوقتي عملنا مقارنة بين اللوح 11 من ألواح جلجامش والقصة اللي ذكرت في التوراة والقصة اللي ذكرت في القرآن. هنقول بقى بشكل سريع كده أوجه التشابه بين ألواح جلجامش والتوراة والقرآن فيما يخص الطوفان العظيم. أول حاجة في التشابه إن الطوفان كان قرار إلهي. طبعا في ملحمه جلجامش كان الالهه العظام اجتمعوا وخدوا اقسموا على احداث الطوفان. في التوراه ذكرت ان اله اليهود هو قام بارسال الطوفان، والقران الكريم قال ان الله سبحانه وتعالى ارسل الطوفان على الارض. التشابه الثاني ان في انسان بشري، سواء في الواح جلجامش اللي كان اسمه اوتانا بشتيم، او في التوراه والقران اللي هو سيدنا نوح عليه السلام هو اللي انقذ البشريه في السفينه. التشابه الثالث كان في العلم المسبق بوقوع الحادثه. طبعا زي ما قلنا في الواح جلجامش ان كما ذكر فعلا الاله ايه ابلغ اوتانا بشتيم بان في فيضان هيحصل وان هيجري في هلاك للبشريه، وان عليه ان هو يصنع فلك ليه ينقذ نفسه واهله والعمال اللي معاه. اما في التوراه والقران فكما قال الله سبحانه وتعالى ان هو اعلم سيدنا نوح، وسيدنا نوح طبعا اعلم قومه بان الطوفان هيقع قبلها بمده طويله جدا، تحذير ورا تحذير ورا تحذير، لكن قومه رفضوا ان هم يسمعوا اي تحذير منه. وجه التشابه الرابع اللي هو وسيله النجاه. طبعا اتذكر في ملحمه جلجامش ان وسيله النجاه هي فلك سفينه، ونفس الكلام في التوراه والقران بان هي فلك او سفينه. وجه التشابه الرابع كان في وصف الفلك. وصف الفلك في ملحمه جلجامش والتوراه كان شبه متقارب، لان في طبعا ده اللي هنذكره الحلقه الجايه، هنتكلم على السفينه بالتفصيل، لكن طبعا القران ما ذكرش اطوال ومقاسات السفينه. بالنسبه لركاب السفينه فملحمه جلجامش تقريبا شبه ذكرت ما ذكره التوراه والقران من ان هو اخذ كل ما يعين على الحياه، والقران والتوراه قال ان سيدنا نوح اخذ معاه من كل زوجين اثنين، يعني ما يعين ان الحياه تنشا مره ثانيه، نفس اللي اتقال في الواح جلجامش بالظبط. العلامة كانت برضو تشابه بين ملحمة جلجامش والتوراة والقرآن، لأن في علامة اتحددت في ملحمة جلجامش كان إن الإله شماش يحدد قال له هديك علامة قبل الفجر بإن أنا هخلي الدنيا تغيم،
بغيم داكنة، دي كانت علامة قتانة بشتيم. كذلك في التوراة فكانت العلامة إن هيبدأ يفور الماء في يوم 17 من الشهر بالتحديد، يعني اليوم 17 من الشهر هيبدأ فوران الماء، فدي كانت على العلامة في التوراة. أما في القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فكانت العلامة سيدنا نوح في القرآن الكريم اللي هو التنور. صحيح العلامة اختلفت بين الثلاث حكايات، لكن كان فيه علامة على بدء الطوفان في مرحمة جلجامش وفي التوراة وفي القرآن. نفس التشابه برضو كان في أسباب حدوث الطوفان. مرحمة جلجامش قالت إن صاحب الخطيئة يحمل خطيئته وصاحب الاسم يحمل اسمه، كذلك في التوراة اتقال إن بسبب فساد البشر، والقرآن الكريم قال بسبب زي ما قلنا إن هم قوم سوء وبسبب إن هم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. يعني برضو في تشابه بين مرحمة جلجامش والتوراة والقرآن في أسباب إحداث الطوفان اللي هو حدوث الخطيئة. وصف الطوفان ومسبباته، تقريبا مرحمة جلجامش ذكرت أحداث الطوفان وأسبابه زي التوراة زي القرآن، كان في تشابه كبير بينهم في أحداث الطوفان أو إزاي المية خرجت وإزاي المية جفت من على الأرض تاني. نهاية الطوفان، نهاية الطوفان برضو كان وجد تشابه إن مرحمة جلجامش قالت إن خفت الريح والأرض بلعت الماء، ونفس الكلام برضو اتقال في التوراة ونفس الكلام اتقال في القرآن الكريم. نفس الكلام برضو اتقال في ملحمة جلجامش ان في اليوم الاخير بعد الجفاف زي ما قلنا بحلول اليوم السابع اخرج أتانة بشتيم حمامة واطلقها، الحمامة راحت ورجعت ملقتش موضع قدم، بعد كده ابعت السنونه طير السنونه عاد وملقاش موضع قدم، وبعد كده اطلق الغراب، الغراب رجع بغصن الزيتون فعرف منه ان الارض كانت جافة. نفس الكلام في التوراة بس بشكل آخر، التوراة قالت إن هو أرسل لسيدنا نوح أرسل حمامة فما لقيتش موضع قدم أو رجلها كانت مبتلة، ثم رجعت تاني أرسل حمامة، وفي المرة الثالثة أرسل حمامة لكن في المرة الثالثة رجعت بغصن زيتون. فكان في تشابه كبير جدا بين ملحمة جلجامش والتوراة، لكن القرآن الكريم لم يذكر هذه القصة، لأن طبعا إحنا سيدنا نوح مش محتاج لحمامة ولا محتاج لغيره علشان يعرف، مجرد ما الأرض هتجف والسفينة هترسى الله سبحانه وتعالى سيعلمه بالأمر. الكرابين، الكرابين اللي استنشقتها الآلهة وردت عن أتانا بشتيم في محمد جلجامش، والكرابين اللي تنسمها الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله في قصة سيدنا نوح في التوراة، وتسببت في رضاه وندمه على أنه أغرق البشر ووعده بأنه ما يغرقهم شيء تاني. في مرحمة جلجامش طبعا القرآن ما ذكرش الكلام ده، لأن الكلام ده والعياذ بالله ربنا قال بعدا للقوم الظالمين، موضوع منتهي. هنا الاختلاف بقى، مرحمة جلجامش اتفقت مع التوراة لكن القرآن اختلف معه. البطل بينال البركات في مرحمة جلجامش زي ما اتفقنا نال الخلود، في التوراة الله سبحانه وتعالى بارك سيدنا نوح وأعطاه البركات، أما في القرآن الكريم فالكلام ده طبعا لا يذكر، لأن سيدنا نوح مباركا من قبل الطوفان ومن بعده حتى يوم القيامة. زي ما قلنا أوجه التشابه برضو بين ملحمة جلجامش والتوراة إن الآلهة ندمت في ملحمة جلجامش على أحداث الطوفان، والتوراة برضو قالت نفس الكلام، وفي عهد إلهي في ملحمة جلجامش بإن الطوفان ده مش هيحصل تاني على الأرض، وبرضو التوراة ذكرت نفس الكلام بإن في وعد إلهي بإن الطوفان مش هيحصل تاني على الأرض. دلوقتي وفي نهاية الحلقة احنا قدرنا نحدد أوجه التشابه والاختلاف بين ألواح جلجامش والتوراة والقرآن، وقدرنا نحدد الحقيقة وقدرنا نعرف تفاصيل مهمة جدا عن حضارة ما قبل الطوفان. إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن سفينة سيدنا نوح، ومقارنة برضو بين ذكرها في الألواح جلجامش والتوراة والقرآن الكريم. طبعا يا جماعة سفينة نوح مكانها أو تحديد مكانها شيء حير العلماء على مدار سنين طويلة جدا، نذكر لكم تفاصيل غريبة جدا 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 وحاجات هتسمعوا بقى لأول مرة. شكل السفينة نفسه غريب جدا، ألواح جلجامش حددته بشكل دقيق، وهنجيب لكم صور حقيقيه وهنجيب لكم حاجات جميله جدا الحلقه الجايه. يا ريت تستنونا، يا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للقناه، يا ريت تساعدوا القناه بكل ما اوتيتم من قوه، ويا ريت توصلوها لكل الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.